شنو هو تحدي القراءة العربي؟ فيه مش أول مرة يتنظم في تونس، شكون اللي نجموا يشاركوا فيه؟ شنية الشروط؟ شنعملوا كي نمشيوا لتحدي القراءة العربي؟ نمشيوا نقرأ ونمشيوا نلقيوا ونمشيوا شنعملوا في هذا الكل؟ السيد محمد السليمي هو اللي باش يحدثنا على التظاهرة هذه. سي محمد مرحبا، سيد أحمد مرحبا بك، سمحني أحمد السليمي. تعيشك بارك الله فيك، وشكر موصول لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية. مرحبا بك يا سيدي. يعيشك. أنا كي نسمع حاجة فيها القراية نفرح. أي. على خاطر أنا ما كجيل اللي تربى يزمو يقرأ قبل ما يرقد، ويزمو يقرأ كي يقوم الصباح، ويلزمو على الأقل يقرأ 50 صفحة في النهار والشيء ذاك الكل. أي. وحاولت انه في العائله نتاعي في محيطي نحاول نقنع الصغار انهم يقراوا. التليفونات صعبت هالعمليه هذه، لكن هالطرق الجديده هذه منها تحدي القراءه رجع الناس شويه للقرايه، ولا يمكن برشا. هو في الواقع بايجاز كبير، كونه تحدي القراءه العربي هو مشروع حضاري كبير ومبادره بالغه الاهميه في ترسيخ مكانة اللغة العربية وتعزيز حضورها، إن كان في الاستخدام اليومي للأجيال الصاعدة أو حتى بالنسبة لإثراء الحياة الثقافية العربية ككل. خلال الدورة هذه، دورة ثامنة، بطبيعة الحال لمسنا كون الإقبال والتفاعل كان كبيرا من تلاميذ وتلميذات تونس والدول المشاركة عموما، يعني زاد العدد، وهذا مؤشر يعني ما يقدر كان يخلينا متفائلين بالمستقبل. أكيد هكا ولا أكيد، يعني هذا هو المؤشر اللي نقيسه به. إنجاز جديد يسجل للمبادرة اللي تحولت في الواقع خلال فترة قصيرة إلى علامة بارزة في المشهد الثقافي إن كان تونسي أو العربي. وفي أهم حاجة كون التواصل أصبح بين الطلاب، بين معناها تلاميذ الدول العربية، يعني خلقت هي همزة وصل ممتاز في تعزيز هذا التواصل. أي. بطبيعة الحال يلقاو برشا مشتركات نعم، يلقاو برشا مشتركات وقت اللي يتواصلوا مع بعضهم اللي هما صغار، يفهموا بعضهم أكثر. يعطيك الصحة. هو انطلقت بطبيعة الحال أولا تم رزنامة يتم إعداده، وهذه دورة ثامنة راح، وبعد الرزنامة ندخل في تفعيل الاجتماعات التقييمية سواديزون من اللول، نقيموا الدورة السابقة ونقفوا عند نقاط القوة ونحاولوا باش نعزوا وندعموا ونحسنوا إذا كان ثم بعض النقاط اللي هي قابلة باش تتحسن. والبداية من شهر أكتوبر نبدو، هو في مفتتح السنة الدراسية إلى موفى شهر جانفي. التقييم والتكوين والتسجيل على الموقع الإلكتروني للمسابقة، هذه كل عمليات نقوم بها، وبالتوازي مع هذا فما حملات تحسيسية إعلامية حول بطبيعة الحال المسابقة، نعرفوا تيم ذات، ننظموا اجتماعات بالمكتبات الجهوية العمومية، ننظموا منابر إعلامية للتعريف بالمسابقة وأهدافها، ننظموا أيام جهوية لتسجيل التلاميذ على موقع التحدي، ننظموا أيام جهوية للمؤسسات التربوية المترشحة لمسابقة أفضل مدرسة تونسية في المسابقة، يوم جهوي للمسابقة بخاطر فيها جديد طول السنة الثانية أصحاب ذوي الهمم اللي هم تلميذات اللي عندهم صعوبات ذوي الاحتياجات الخصوصية، أصحاب يطلق عليهم معنى استلاحا أصحاب ذوي الهمم. كذلك نظم أيام تكوينية لفايد بطبيعة الحال اللي يشرفوا المنسقين على المسابقات في الجهة، كذلك أيام تكوينية لفئة الأساتذة المشرفين على المسابقة، كيفاش يدربوا المدرسين معناها على المشرفين على آلية التحكيم والتصفيات المحلية والتصفيات الجهوية إلى غير ذلك. ثم زاد جوائز بالنسبة لأفضل مدرسة وأفضل منسق،
يكونوا نرشحوا معناها ثلاثة مدارس وثلاثة مترشحين لأفضل منسق إلى غير ذلك. به احنا غدوة الحي تاريخ 30 جويلية 2024، فما بطبيعة الحال سيحتضن المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، سيحتضن فعاليات بطبيعة الحال الإعلان نسميها الإعلان عن النتائج. شكون هذا التلميذ وشكون هذا المنسق وناهي هذه المدرسة. الإعلان عن النتائج يكون بطبيعة الحال من قبل المشرفين على المسابقة، ضيوفنا الكرام اللي يشرفونا وينورونا من دولة الإمارات العربية المتحدة. وبطبيعة الحال بحضور معناها على أعلى مستوى سعادة سفيرة الإمارات المتحدة بتونس الدكتورة إيمان السلامي، وبطبيعة الحال معالي وزيرة التربية الدكتورة سلوى العباسي. وهذا هو البرنامج. وبطبيعة الحال بعد نتعرف على الفائزين. ثم في الإمارات ستحتضن في شهر تقريب نوفمبر ولا ديسمبر، نوفمبر تقريب، فعاليات النهائية، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لممثلات وممثلي الدولة التونسية في هذا البرنامج بطبيعة الحال إن شاء الله. بالنسبة للناس اللي يسمعوا بالبرنامج هذية أول مرة سيدا، نعم، علاش يعني كيفاش 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 الناس تشارك؟ شنو يعملوا؟ كيفاش هو تحدي القراءة؟ ما يعملوا حتى شيء، المعلومة تصل إلى كافة التلاميذ وهما داخل مؤسساتهم التربوية. باهي. كافة التلاميذ. هي سهل برشا. يعني كل تلميذ مطالب باش يقرأ ويلخص تقريبا 50 كتاب. اي وهو له حريه اختيار العناوين، و فما الحق معناها بعض المقترحات كونه ربما في المستقبل باش نحاول نكتب تكون مرقمنا ويدخلوا على الفضاءات معينه الى غير ذلك، هذا كله تناقشنا فيه باش الكتاب يكون متاح في القاهرة. أيه. باش خاطر مو فما اللي يقول لك انا ما انا راني في منطقة نائية، اي ما نلقاش الكتاب، حتى الكتب أيه. عندي اربع عناوين ملي مش نجيب، فهمتي؟ أيه. يعني برشا حاجات ربما تزيد تطور الآلية وتخلي وتكون مبثوثة على اوسع نطاق ممكن، ونصالحوا التكنولوجيا الحديثة على القراءة. يعطيك الصحة. أيه. يعني سبقت انا لانه انا كنت كان لي شرف كنت في القاهرة وحضرت مع بطبيعة الحال المسؤولين على هذا البرنامج وبعض تمثيليات من بعض الدول العربية، وكانت المقترحات في تناغم مع بطبيعة الحال التطوير والاعتماد على التقنيات الحديثة إلى غير ذلك. احنا تو في المدرسة، مش يقولون في المدرسة راهو عندنا تحدي القراءة العربي وعندنا 50 كتاب باش نقراوه ونلخصوهم، وقتاش باش نبداو؟ وقتاش نوفي؟ وقتاش اخر؟ انا قلت لك نبداو من اول السنه الدراسيه. من اول السنه الدراسيه. من اول السنه الدراسيه، باه ناخذوا شهر شهر ونص باش البرنامج، ونحاولوا ننسقوا يعني ونضبطوا القائمات نتاع المنسقين للساده المشرفين الى غير ذلك. وبطبيعه الحال ثم تصفيات على مستوى معناها محلي على مستوى جهوي بعد على مستوى في النهاية تفرز هذه التصفيات الترشح للنهائي، وفي النهائي زارونا الخيان من دولة الإمارات عالوا شافوا المشاركات اطلعوا عليها وهما يعرفوا وحدهم أناهي المشاركات اللي عندها معناها حظ باش تكون هي الفائزة وترتيبهم إلى غير ذلك، ويوم غد بطبيعة الحال ينزل الإعلان على كل هذا، وباش نعرفوا من غدوة الحي أناهو أحسن منسق، أناهي أحسن مدرسة، وأناهو أحسن تلميذ. واضح التفاصيل الكل هاي عند الناس، غدوة الحي في المركز الثقافي والشبابي في بن عروس. أيه. تم الإعلان على النتائج ومع بداية السنة الدراسية الجديدة في كل مؤسسة تربوية اللي مغروم يمشي عفوا يمشي للإدارة ومش يشارك فيها هالتظاهرة هذه، ويظهر لي أنه كأنها بدأت
تعدي في بعضها الصغار، معناها اللي يشوف زميله ولا زميلته، اي زميله ولا زميلته شارك يقول لك علاش لا انا العام الجاي ما نشاركش، واللي ما فازش المره هذه يقول لك علاش لا انا العام الجاي ما نكونش من الفائزين. وبما انه سهاله الولوج الى الكتب فعن طريق المنصات، فهذا مش يفتح الافاق اكثر الاكثر ناس باش ممكن يشاركوا في تحدي القراءه العربي هذا. وهو كذلك بالله بفرصة باش نستغلها باش نهنئ كل من فاز وشارك في تحدي القراءة العربي في البلاد بطبيعة الحال في تونس. أيه. وأخص بالتهنئة أباء وأمهات التلاميذ الذين كان لهم أكبر الأثر في إقبال أبنائهم على المشاركة، كما أتوجه بالشكر إلى كل تونسي وتونسي يقدم إسهاما ودعما لتعزيز الحراك الثقافي على المستوى الوطني، وما أحوجنا اليوم لمثل هذه المساهمات. ونثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية لإنجاح التصفيات، وإن شاء الله تنجح التصفيات الدورة الثامنة في الجمهورية التونسية، ويكون هكاك حققنا مستوى ممتاز على مستوى التنسيق والتعاون بين هذه المؤسسة ووزارة التربية وكافة الجهات والهيئات المعنية بالشأن التعليمي والثقافي في تونس. ومع الشكر. شكرا سيد أحمد. موافقين دائما إن شاء الله. كنا نتحدثوا على الدورة الثامنة لتحدي القراءة العربي اللي تحتضنها تونس. سيد أحمد السليمي هو اللي أعطانا كل التفاصيل، خاصة أنه غدوة الحي إن شاء الله في المركز الثقافي والشبابي في بن عروس باش يتم الإعلان عن النتائج للفائزين، سواء من المنسقين ولا من المؤسسات التربوية وإلا من التلاميذ اللي شاركوا في هذا التحدي. إن شاء الله موافقين دائما. واستعدوا أصدقائي المستمعين من أمهات وأباء باش تشجعوا أولادكم باش يقرأوا في الصيف، راو حتى على البحر نجموا نهزوا كتيب فك الغرغور القائل هذاك اللي ما نجموش نعوموا فيه، وإلا بعد الفطور نجموا نقعدوا نقرأوا شوية ونتدربوا في انتظار بداية التحدي الجديد. شكرا وإلى اللقاء.